أعلنت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية أن أكثر من 100 مهاجر لقوا حتفهم إثر غرق زورقين كانوا على متنهما قبالة سواحل ليبيا مطلع شهر أيلول سبتمبر الجاري. أوضحت المنظمة أن الناجين رووا لطواقمها أنهم أبحروا من الساحل الليبي صبيحة الأول من الشهر الجاري على متن زورقين مطاطيين كان كل منهما يقل 160 مهاجراً.